الحزن بيعجز الست قبل أوانها يا أحمد وخاصة لو سبب حزنها راجل راجل قبلت تتجوزه وتعيش معاه وفي الآخر يكسرها وتحس إن فعلا عمرها ضاع في الطريق الغلط وعشان كده يا حبيبي خلي بالك من مراتك ما تعجزهاش وراضيها دايما طبطب عليها واعرف إن الجزء الأكبر من الست عبارة عن عاطفة والجزء الباقي شوية من عقلها لو اتعاملت معاها بعقلك مش هتستوعبك اما بقى لو استخدمت قلبك معاها وعرفت انها هشه وضعيفه وبتلين بكلمه هتعيش سعيد انت اخويا الوحيد واتمنى ان ربنا يسعدك ويوفقك معاها بس ايدي وقال لي شكرا يا حبيبتي على كل حاجه عملتيها معايا وانك عوضتيني فراق ابويا وامي ومراتي هشيلها في عيني وهعمل ولادي زي ما انت اتعاملتي معايا بصيت عليه بفرحة وهو على فرحه وعلى الكوشة مع مراته وحبيبته اللي اختارها، وعيني دمعت وانا بفتكر اللحظة اللي عرفت فيها خبر وفاة بابا وماما، ما كنتش مستوعبة ازاي يعملوا حادثة ويسيبوني لوحدي، الدنيا لطشت فيا زي ما هي عايزة، ولقيت نفسي وقتها مسؤولة عن أحمد أخويا اللي كان عنده 11 سنة، وأنا كان عندي 15 سنة، نسيت إن طفلة واعتنيت بأخويا واهتميت بيه بجانب دراستي غير شغل اللي بدأت فيه كنت بشتغل في مكتبة الصبح وبالليل في مطعم بغسل الصحون وبرتبها وآخر الليل خالص أقعد أذاكر أنا وأخويا ما كانش لينا غير عم واحد نسي إن عنده ولاد أخوه ما سألش فينا ولا في مصاريفنا وعدت السنين وكل ده وأنا مأجلة موضوع الكلية بتاعتي على ما أحمد يخلص الثانوي وتكون المصاريف قلت أو يكون أحمد اشتغل معايا واحمد اخويا كان في الثانويه العامه والمصاريف زادت عليا جدا كنت بدعي ربنا كل يوم يرزقني عشان اقدر اكفي احتياجاته وعمري ما قلت غير يا رب بالعكس كنت دايما شاكره وحمدة وبقول اكيد عوضك قريب يا رب وفي مره وانا بشتغل في المطعم كالعاده بالليل لقيت كاميليا صاحبتي بتقولي كلمي المدير اتخضيت وسالتها عن السبب قالت لي انها ما تعرفش دخلت له المكتب وانا متوترة وقلقانة جدا سالته باستغراب خير يا مستر حسام قال لي تتجوزين يا حور قلت له بصدمة نعم قال لي زي ما سمعتي انا معجب بيكي من ساعة ما شفتك وعايز اتجوزك كنت واقفة متوترة جدا ومش عارفة ارد عليه قال لي مش عايز رد دلوقتي خدي وقتك وفكري كويس روحت اليوم ده وأنا بحاول أستوعب عرضه. هو فين وأنا فين؟ ده مدير ومدير كذا فرع من أشهر المطاعم وراجل أعمال كبير. قلت لنفسي، وإيه يعني يا حور؟ ما يمكن ده اللي ربنا بعته عشان يعوضك. خدت وقت كبير في التفكير ولما لقيته بيصر عليا وافقت واتجوزته بعد ما أحمد خلص ثانوية عامة على طول. والحمد لله ربنا كرمه ودخل كلية الهندسة. هو كان يبان من بره كويس وجنتلمان ولكن كان شخص قاسي بكل ما تحمله الكلمه من معنى كان بيمد ايده عليا على, على الاسباب وبيسيبني بالليل اعيط لوحدي بالساعات ودايما يعيرني ويقلل مني وكل ده انا معرفش سببه ايه حتى لما قلت له إن نفسي اكمل جامعه عايرني وقال لي ما انت كنت راضيه بحالك وانتي شحاته خليكي زي ما انت كده زي البيت الوقف وفي مرة لما دخل الأوضة ولقاني بعيط وأنا حاضنة صورة بابا وماما، خدها مني وقطعها وقال لي إنك ست نكدية وبومة، ما خلاص يا أختي هما راحوا وخلصوا منك وأنا اللي قاعد لقرفك إنت وأخوكي، قلت له بقهر، قرفي أنا وأخويا لما إنت مش طايقنا كده ما تخلي عندك دم وتطلقني، إنت اللي مش عايز تخلص من قرفنا وأخويا الحمد لله بيشتغل جنب الكلية. عشان ما ياخدش منك جنيه قال لي بنبرة غريبة قوي أسيبك عشان تعيشي براحتك ده بعينك انهارت قدامه وأنا متأكدة أني متجوزة من مريض نفسي كنت بدعي ربنا ليل نهار يخلصني منه كنت حاسة أني في كابوس مش راضي ينتهي دخلت في اكتئاب حاد ولما أحمد أخويا شاف وضعي حلف لا يعلمه الأدب وفعلا رفعنا عليه قضية طلاق وكسبتها واتطلقت منه بعد أقل من سنة جواز أحمد أخويا كان سندي وبيشجعني دايماً وقدمني في كلية الحقوق كان بيحاول يخليني أنسى اللي شفته واتخرجت من الكلية وهو كمان بقى مهندس قد الدنيا وفتح شركته الخاصة واشتغلنا سوا لحد ما كبرنا ووصلنا لسن التلاتين مسحت دموعي أخيراً ورجعت للواقع وهو في الفرح فرحان بحبيبته سافر يقضي شهر العسل ولقيت نفسي في الشقة لوحدي ما زعلتش لأنه كده كده كان لازم يشوف حياته ويفرح ده حقه، بس لقيت نفسي وحيدة بيت أبويا، صورهم في كل حتة وأنا لوحدي بشوفهم ودايماً بقول لنفسي آه لو كنت معايا يا رب أنا مش معترضة على قضائك وعارفة إنك هتجزيني خير، بس الصبر فعلاً طلع صعب أوي سمعت صوت الراديو وهو بيردد ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى حسيت إن الآيات متوجهة لي أنا وعلى طول اتوديت وصليت ركعتين لربنا ودعيته يعوضني خير عن كل ألم اتعرضت له وحمدته على النعم اللي عندي وعلى الصحة والستر وكمان على أخويا حبيبي ظهري وسندي بعد ربنا وعدت الأيام وأنا بذاكر وبجتهد وبشتغل على نفسي وعلى كل قضية بكون مسؤول عنها لحد ما بقيت محامية مشهورة وفي مرة جالي عميل وطلب مني أن أترفع عنه في قضية مراته قضية مراته رفعها عليه وعايزة تنهب بثروته بعد ما مضته على أوراق مزورة واستغلت رجوعه وهو تعبان من الشغل وخضرته وخلته يوقع على تنازل عن نص ثروته بعد ما رجعت كل الأوراق اتأكدت أنه فعلا مظلوم وقررت أني أترافع عنه وفعلاً بعد فترة كبيرة قدرت بفضل الله أكسب القضية واللي اتفاجئت منه إنه يعرف أحمد أخويا لأنه اتعامل معاه في كذا مشروع كنت بشوفه في الشركة كتير وكان في ود بينه وبين أحمد أخويا واتفاجئت في مرة لما أحمد جالي وكنت قاعدة في أوضتي براجع على أوراق قضية ولقيته بيقول لي زين عايز يتقدم لك وبعد ما كنت مبتسمة لقيتني زعلانة زعلانة أخسر تاني خايفة أخد تجربة جديدة وأرجع خسرانة منها. أحمد قال لي بوجع: هتفضلي كده لحد إمتى؟ لازم يجي الوقت اللي تشوفي في حياتك وتتجوزي وتعيشي بقى. رديت وقلت له: اللي عشته مش بالسهل يا أحمد. أنا ملحقتش أشبع من حنان بابا وماما وحتى الراجل اللي اتجوزته ما كانش حنين عليا. أنت الوحيد اللي كنت حنين عليا. أخدني في حضنه وقال لي: هفضل طول عمري كده يا نور عيني المرة اللي فاتت كنت صغير ومعرفتش أحكم على طليق بس صدقيني زين ده كويس جدا كويس فوق ما تتصوري وكان كويس مع مراته بس هي اللي كانت جشعة وبتاعت مصلحتها وزي ما انت عارفة اتفقت مع صاحبه عليه ودلوقتي هو رماها بعد ما خسرت القضية حاولي تقعدي معاه وصلي استخارة لو ارتحت نقرا الفاتحة ولو لأ محدش هيجبرك على حاجة وفعلا قعدت معاه رؤية شرعية الفرحة كانت واضحة على ملامحه وقال لي انه مرتاح جدا لما شافني وشايفني ان العوض ابتسمت بمجاملة ولقيت نفسي بسأله وبقوله لو حصل مشاكل بينا هتحلها ازاي بالأسوأ ولا باللين واللطف رد وقال لي ربنا ما يجيبش مشاكل ان شاء الله وطول ما انت بتتقي ربنا فيا وانا بتقي ربنا فيكي يبقى كل حاجة هنعرف نحلها يعني مثلا لو اختلفنا في حاجة مش هيكون الموضوع بينا بالند أو بالعداوة لا لو عندك وجهة نظر احترمها وانت كمان لو عندي وجهة نظر احترميها ولو مختلفين قوي هنحاول نقرب المسافات ما بيننا بحيث برضو نراضي بعض أنا عمري ما كنت قاسي يا حور تعرفي أنا أبويا وأمي مشوا من الدنيا وأنا صغير وسبوني وجدتي اللي ربتني وبعد ما كبرت شوية جدتي كمان سابتني بعدها حبيت واتجوزت واتصدمت فيها لما عرفت إنها متفقة مع شريكي عليا ومع ذلك مش قادر أكون النسخة الصعبة اللي الدنيا بتحاول تخليني فيها ودايما بقول أقدر ربنا كلها خير كل أزمة بمر بيها بقول أكيد ربنا ليه حكمة في كده وعمري ما اعترضت على قضاء أبداً مش هقولك اني احسن راجل في العالم ولا هرسم عليك الدور لا انا بني ادم عندي عيوب كتير بس صدقيني مش هتلاقي سند ليكي ولا شخص تقدري تميلي عليه قد كان مريح جدا في القعده وكان صريح وما حاولش يتجمل قدامي في اي حاجه واهم حاجه انه كان شبهي راضي بقضاء الله وقدره طلبت اقعد معاه كمان مره وصليت استخاره وفي المرتين كنت مرتاحه قوي ما تجاهلتش الراحة اللي ربنا زرعها جوايا من ناحيته ووافقت عليه وفعلا قرينا الفتحة وحددنا الفرح بعد ست شهور كان حنين علي أوي ودي أكتر صفة كنت بتمناها في شريك حياتي دايما كنت بدعي وأقول اللهم ارزقني بزوج صالح يصب علي الحب صبا وفي خلال فترة خطوبتي كنت مركزة مع زين كويس ومع ردود أفعاله هل هو عصبي؟ ببص لإيدي يا ترى الإيد دي هتبقى شديدة وهتضرب منها ولا هتكون دافية وهتحتوي حزني وللأمانة عمري ما شفت منه غير القلب وبس وفي يوم تعبت جدا وأنا في الشغل وأول حد جه على بالي إني أبعت له كان هو زين ولما لقيتني ابتديت أرن عليه بدل أحمد أخويا عرفت واتأكدت إن هو ده الراجل الصح جالي وجاب لي الدكتور لحد عندي لأن ما قدرتش أخرج ورجلي ما سندتنيش وطلع عندي هبوط جاب العلاج وأكّني وشربت العصير واداني العلاج وبعدين روحني لحد البيت اليوم ده حسيت كأن مفيش في الدنيا غيرنا إحنا الاتنين والأول مرة أحس إني مطمنة لحد بالشكل ده عدى وقت وأنا بتعلق بيه أكتر وباهتمامه بيا وبإنه دايما بيشوف الحاجة اللي هتطمني وبيعملها عمره ما بخل عليا وكان دايما يقول لي امريني وأنا نفذ لحد ما بقيت مطمنة لي جدا واتجوزنا وربنا رزقنا بابننا حمزة اللي جه عشان يكمل عوضي من ربنا وفي ليلة واقفة في البلكونة وببص للسماء وبفتكر الدعوة اللي كنت بدعيها اللهم ارزقني بزوج صالح يصب علي الحب صبا استوعبت ان ربنا استجاب لدعائي وانه عوض قلبي خير عن كل حاجه صعبه انا شفتها وادركت ان وجود زوج صالح في الحياه بالدنيا وما فيها ما ان الحياه كانت صعبه قبله وإني عانيت في حياتي كتير بس هو جه عشان يمسح كل التعب ده عني هي الواحده مننا هتعوز ايه في حياتها اكتر من زوج صالح وسكينه وراحه في بيتها وعشان كده انا عايزه اقول لكم لما تختاروا حد تكملوا معاه حياتكم اختاروا شخص سوي نفسيا ما يزعلكوش ولا يهنكم وادعوا دايما ربنا يزوجكم ازواج صالحين تهون الدنيا عليكم بتعبها وبمرها قبل الحلو اللي فيها واحمدوا ربنا طول الوقت على النعم المستخبية في حياتكم دوروا عليها واتمتعوا بيها وطول ما انتم حامدين وشاكرين ربنا هيصب عليكم الخير صبا صبا خلي عندكم يقين في الله واحسنوا الظن باللي خلقكم